الله يبارك. احنا كنا بنتكلم بقى في السيرفايكال سبوندلوزس. طبعا اللمبر سبوندلوزس هو بتاع ده الكوبا ايكوينا ليجن. دكاترة انا بتكلم، يلا دكاترة بنات يلا. سيرفايكال سبوندلوزس في كلمه كده في النهايه كان اسمها بريكيال نيورالجيا. البريكيال نيورالجيا يعني ايه؟ البريكيال بليكسس، البريكيال بليكسس دي اللي بتغذي الابر ليف، واخدة اوريجن من C5 و6 و7 و8 وفي واحد. لما اقول كلمة بريكيال نيورالجيا يعني حصل افكشن لروت او لكل البريكيال بليكسس اللي هي بتغذي جزء من الشولدر والابر ليف كبير. فبالتالي هيبدا يحصل بين الونج ذا كورس اوف بريكيال بليكسس. واحنا خلاص احنا حافظين درماتوم دلوقتي. لما اقول لحضرتك C5 فين C5؟ يبقى اللاترال اسبكت، وادي 6 الصباعين دول، وادي 7 الثلاثه اللي في النص، وبعدين ادي ادي مشكله 8 وفي واحد، 8 ثم في واحد. يعني اذا همشي هيبقى عنده الم الونج ذيس كورس. اوكي، يبقى دي كلمه اسمها بريكيال نيورولوجي. ايه الحاجات اللي بتعمل الموضوع ده؟ يعني ايه اللي يخلي فيه الم ريليتد لهذه البريكيال بليكسس؟ حاجات كثيره، مش هي طبعا اصلا من هنا. خلاص طبعا عندي سيرفايكال سبونديليوزس. على فكره كل الناس اصلا عندها سيرفايكال سبونديليوزس بتجيلك في العياده. والله العظيم مرات حالي امبارح لسه واحد جاي لي بص يقول لي اوعى سكر، يقول لي يا دكتور انا مشكلتي في صباعي ده، عندي فيه شكشكه وتنميل. هو بيمتحني مش عارف يعني. يعني انا مش هقول لي كده. قلت له خلاص سهله جدا. قلت له كده الدكتور عندك ضغط على الفقره السادسه. قال لي فعلا عامل رنين والدكتور عامل ضغط على الفقره. فاهم حاجه؟ فاهمين حاجه دلوقتي ولا لا؟ يعني هو بيشاورني هنا، بيشاور على المكان بتاعي ايه؟ الدرماتوم بتاعها. ما هو لازم انك تبقى عارف الدرماتوم يعني ايه؟ وانا عارف الدرماتوم يعني ايه؟ يعني لما يحصل لي الم في المكان الفلاني يبقى السيجمنت اللي فيها مشكله هي كذا، وطلع فعلا عنده خشونه في الفقرات عند الفقره الثالثه. فاهمني ولا لا؟ يبقى ربما يكون سبب البريكر ميراج ان هو عنده ايه؟ سيرفايكال سبونديليوزس، او عنده مثلا برولابس احيانا، او انتوا عارفين مع مرضى السكر، مرضى السكر لما بيحصل له بريفرال نيوروباثي مش لازم يجي لك كده جلافز اند ستوكس وبريفرال نيوروباثي من اولها، ده هو ممكن يبدا مونو نيوروباثي او مونو نيورايتس مالتيبلكس. ممكن يجي لك بسايتيكا بس، ممكن اصلا يجي لك العين بايه؟ عنده بريكيال نيورالجيا وخلاص كده، يعني مش لازم عنده حاجه. طيب فاكرين حاجه اسمها البانكوس تيومر؟ فاكرين؟ هو ايه اللي كان بيميز البانكوس تيومر؟ يعني ليه حطينا عنوان كده في البروجونيك كارسنوما اسمه بانكوس تيومر؟ عشان كان بيجي في الايبكس ثوراسيك انلت او اوت ليت، زال عليها الاثنين، واخد بالك؟ لما يضغط على اللور ترانك وبريكيال بليكسس كان بيعمل لي نيورولوجيكال مانيفستيشن، بعدين سي 8 وفي واحد. يعني وزن اوف سمول ماسلز اوف هاند، وكان يبقى عندي الم الونج ذا درماتوم اوف سي 8 1 في واحد اللي احنا عارفينه بقى هياخد الميديال اسبكت ده كله. ماشي الحال ولا ايه؟ لما اقول لحضرتك كلمه بريكر نيرالجيا يعني عندي الم الونج ذا كورس اوف بريكر بليكسس. هذا الالم ربما يكون نتيجه سيرفايكال سبونديليوزس، ربما يكون عنده مثلا بورس هنا، ربما يكون عنده ديسك هنا، ربما يكون عنده نيورالجيا كده وخلاص نتيجه دايابيتس او اي حاجه، ها ربما يكون ليها اي سبب. البريكر نيورالجيا ممكن تكون جزء منها حاجه اسمها كاربال تانل سندروم. مش البريكر بريكسل دي في الاخر بتديني ثلاث برانشات؟ بتدي ثلاث نيرفات اللي هم الميديان والارنر مش كده؟ الميديان والارنر والريديان. ها لو بقول لك الميديان اتضغط عليه هنا اعمل لي حاجه اسمها كاربال تانل سندروم. فهيجي العيان عنده الم وشكشكه وتنميل في الثلاثه ونص دول هنتكلم عليها دلوقتي، فيحصل حاجه اسمها كاربال تانل سندروم. هنقول التفاصيل بتاعتها كمان شويه لكنها داخله معانا ضمن. حلو؟ احنا بنتكلم في نفس الموضوع، يعني احنا كل مواضيعنا امبارح والنهارده تقريبا متصله ببعض. هنبدا دلوقتي نتكلم في حاجه اسمها السايتيكا. السايتيكا جايه من السايتيك نيرف. السايتيك نيرف اسمه عرق النسب، لان الالم بتاعه قلنا ينسي ما عداه من الالام، قالوا عليه ايه؟ عرق النسا السايتيك نيرف. هذا السايتيك نيرف بياخد اوريجن منين؟ بياخد اوريجن من الاربعه وخمسه وسكر الواحد واثنين وثلاثه. لما اقول لحضرتك كلمه سايتيكا يعني بين الونج ذا كورس اوف سايتيك نيرف، يعني ماشي مع الدرماتوم بتاعه، ماشي مع الروز بتاعته. طيب السايتيك نيرف ده هو اصلا جاي منين الاوريجن بتاعه؟ تقول لي يا دكتور احنا عندنا في هنا السباينال كانال، والسباينال كانال دي فيها هنا السباينال كورد،
وانا هنشر على حتت معينة اللي هي ال 4 و 5 سكر ال 1 و 2 و 3 مش كده ده الاوريجن بتاعنا هي الروز تطلع من هنا تطلع من الانتيريور والسنسوري بيرجع جنبها يطلعوا كده ويعدوا منين ها يعني هينزلوا كده شويه عشان ايه عشان يعدوا من اماكنهم ولا انتوا مش معايا عشان كل واحد يطلع من تحت من تحت الفقره التي تحمل نفس الاسم يعني خد بالك انا جاي هنا من عند مثلا لمبه 4 افضل نازل انا عندي لمبه 1 2 3 خلاص من هنا ثم 5 ثم فكره 1 ثم 2 ثم 3 فخرجوا مشوا كده لما مشوا كده بداوا يتجمعوا يعملوا صلاه النرم اي نرم في الدنيا هو كان عباره عن روز دكاتره دكاتره ارجع للذي مضى مش دي الانتيرو هورمزل ودي الانتيرو هورمزل ودي الانتيرو هورمزل كل مجموعه انتيرو هورمزل تجمع عشان تعمل ايه؟ ده اللي انا بقوله دلوقتي بقى بتاعت مين؟ الاربعه وخمسه واس واحد واثنين وثلاثه مشيت في السباينال كمان شويه 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 لغايه لما خرجت من تحت كل فقره بنفس الاسم خرجت من تحت ال 4 وال 5 واس 1 و2 و3 وبعدين اتجمعوا في البلد السنه عشان يعملوا حاجه اسمها سايتك نيرف وبعدين لف من حوالين النك والفيبر وبعدين نزل في اللور نزل في الباتك ونزل في اللور باك عشان يغذي الجزء اللي تحت. لما اقول لحضراتكم كلمه سايتك ما اسبابها؟ ايه السبب بتاعها؟ والله يا دكتور ممكن يكون الضغط عليه وهو هنا. يعني جوه السباينال كمان. ممكن يكون الضغط على الروس وهي بتعدي من الانتر فيرتيبرال فورامينا. ما هو بين كل فقرتين في فورامين فتحه كده صغيره وهو بيعدي منها. او يكون هو في البلبس الضغط عليه. او يكون عندي مشكله في السايتك نيرف نفسه. او يبقى حاجه للفرد جايه من مكان تاني. نمسك اول واحده لو فرضا عشان يبقى المنظر واقعي شويه ها لو انا بقول لحضرتك انا عندي ادي السباينال كورد اهو موجود هنا موجود كده موجود كده وانا عايز اخرج منه وانا خارج هنا وانا جوه السباينال كانال مش انا عندي فيه فقرات يمين وفقرات شمال ايه راي حضرتك لو هو خارج الروتس كده ها جت الفقرات هنا ضغطت عليها صح ولا لا؟ يبقى انا ضغطت عليها جوه ايه؟ جوه الاسبانيا كانت طب ايه اللي هيعمل كده؟ كلمتين مهمتين جدا وانتوا عارفين المفصل. يا لمبر سبونديليوزس يا اكيوت ديسك برولابس. تعالى نمسك الحته دي. لمبر سبونديليوزس البروسس دي اصلا يعني ايه سبونديليوزس؟ مش ديجنريتف؟ يعني هيلاقي مواد كان عنده سبونديليوزس؟ لا دي فعلا ايه؟ قلنا امبارح حاجه قلنا ده ديجنريتف بروسس بيحصل في السيرفايكال واللمبر مش معنى. لان دي بتتحرك يعني اللمبر وقلنا سيرفايكال امبارح والنهارده لمبر عشان بتتحرك كتير، طب ما هو الحركه من عوامل الزمن، واحد عنده 50 60 سنه وشال كتير وعمل كتير وتعب كتير، ايه اللي حصل؟ مع الوقت مش مره واحده، مع الوقت مع تقدم السن، ايه اللي هيحصل يا باز؟ هيبدا يحصل شويه ديجنريتيف تشينجز، وبالتالي يبدا الضغط على الروس بتاع مين؟ بتاعت السايتك او مره واحده اسف الاثر اكيوت ديسك بروبلمز شال حاجه تقيله، اكتر حاجه شال حاجه تقيله، ازاي؟ انا قلت لكم عشان حد يشيل حاجه من على الارض بيعمل ايه؟ لازم يعمل ايه الصح يعني؟ الصح ينزل في ركبه، هو ما نزلش في ركبه، هو عمل كده. عمل كده، لما نزل كده واتقام مره واحده حمل على مين؟ حمل على مش بتاع الراجل اللي بيشيل حديد ده لازم ينزل كده الاول ويرفع وظهره يبقى ستريت وحتى تلاقيه بس كذا عشان ظهره ما يحصلوش حاجه، احنا ما بنعملش كده. حد بيعمل كده؟ كل ستات اليوم ده بقى الابوبه والغاز والكلام ده الابوبه وتشيلها وتعمل وتطبعها كده الحركه دي اصلا او مثلا انت بتشيل صندوق على الارض ولا حاجه بتوطي كده او مثلا يا اولاد واحد نط من مكان عالي عارف انتوا كنتوا لسه ما اتولدتوش اصلا من سنه 92 كان في مصر حصل زلزال 12 اكتوبر الساعه 3:12 دقيقه واخد بالك العصر اول مره مصر كانت بتتعرض لزلزال فالبيوت بقى القديمه والكلام ده فالبيت بيرقص فانس كلها فاكر البيت بيقع فتلاقي بكره عمل لك فيها كرتون ساعتها على سوبر مان ومش عارف ايه والناس دي طب عمل لك فيها صور والله ده نط من البلكونه ده الدور الثاني بينط وعايز ينزل على ايه؟ على رجله ما هو الهبد على رجله مش بهزر والله يا ولاد انت بجد ده كانت مشهوره جدا الهبد على رجله دي بس معاك في ظهره اكيوت ديسك برولابس اكيوت ديسك برولابس عشان كده اشهر سببين على الاطلاق يعملوا سايتيكا انه يكون عندي ليزن في السباينال كمان والليزن في السباينال كمان حاجتين لمبر سبونديليوزس او اكيوت ديسك برولابس انا اقول حاجه اقول لي فاهم ولا لا اللمبر سبونديليوزس ده حاجه ديجنريتيف فبالتالي هي جراديوال اونست و بروجريسيف كورس اما الاكيوت ديسك برولابس حاجه دي حاجه تروماتيك فبالتالي هتبقى اكيوت اونست دي حاجه الحاجه الثانيه اللمبر سبونديليوزس محتاجه حد عجوز ولا ايه؟
يعني من ده اول ايج خاصه الناس الاوبيز اما الاكيوت فاسكولار اي سنه طالما حصل فيه خبطه او وقعه او شال حاجه تقيله. الفكره الحاجه اللي انا قلتها امبارح والله قايلها لكم امبارح دي فقره ودي فقره بينهم ايه؟ طب لما يحصل دلوقتي اكيوت ديسك برولابس او لبر سبوندلوز المسافات دي ايه اللي هيحصل فيها؟ يبقى يحصل ايه؟ نارو او انتر فيرتبر بس وشاطر يتثبت. لو كان لبر سبوندلوز هيحصل هنا سكليروزس فايبروزس وهيحصل احتكاك والاحتكاك يؤدي الى اوستيوفايتس. هل السكليروز والاوستيوفايتس دول بيحصلوا في يوم وليله؟ يبقى دول محتاجين حاجه ايه؟ خلص فتره. بينما الاكيوت ديسك برولابس مفيش في الكلام ده. يعني لو حصل ناروينج اوف انتر فيرتبرال سبيس عندي احتمالين. ايه الاحتمالين؟ يا لمبر سبوندلوزس يا اكيوت ديسك برولابس. اروح على مين؟ لو لقيت في اوستيوفايتس. لو لقيت على فكره اوستيوفايتس عارف يسموها ليبنج يعني هنتكلم هنشوفها ان شاء الله اشعاعات يعني. تلاقي حتت كده زوايد طالعه يبقى راف سيرفيس يبقى في سكليروزنج دي معناها ان الموضوع بقى له فتره. بينما الاكيوت ديسك برولابس هيجي ازاي؟ اسمك قتل ماشي الحال. يبقى اول ليجر في السايتك نيرف على مستوى مين؟ السباينال كانال. والحاجات اللي بتحصل في السباينال كانال احتمالاتها ربما يكون لامبر سبوندليوزس وربما يكون اكيوت ديسك برولابس وربما يكون بوس وربما يكون ديسلوكيشن ولا فراكشر خبطه ممكن يعني كل شيء وارد. خلاص الاحتمال الثاني والروتس بتعدي من الفرن للصغيره دي يتضغط عليها. تقول لي طب معلش بقى هو ايه اللي هيخليهم اصلا يتضغط عليهم هنا؟ اولا ممكن يكون النيرف هو اللي تخن مثلا نيورو فايبروماتوزس فالنيرف بيبقى ايه؟ على فكره الفتحه زي ما هي بس هو اللي تخن عليها فهو ضغط عليه. ده احتمال. الاحتمال الثاني في مرض مهم الحقيقه اسمه انكيلوزنج سبونديلايز التهاب الفقرات الالتحامي. مش انا بعمل لك المنظر بقول لك في مسافه من كل فقره للثانيه. عارفين يا ولاد الانكلوزنج ده الفقرات عامله ازاي؟ بص بص تلاقي فقره اهي والفقره الثانيه اهي والفقره الثالثه اهي. لاحظت ايه؟ ها؟ وبعدين ايه بقى؟ يعني مرادين في بعض وفي نفس الوقت الالتحامي الالتحامي التهاب وخلاهم يلزقوا في بعض كده. اخبار الفرن ايه؟ صغيره جدا مهما كان النرف حتى صغير بس هي كانت بقت ايه؟ كانت بقت صغيره وبالتالي يتضغط عليها فيحصل كلمه اسمها احصل كلمه اسمها انكلوزنج سبوندولايتس او دي تعمل لي هذا الكومبريشن. يبقى لو عندي مشاكل في الفرامل اشهر مرض اسمه انكلوزنج سبوندولايتس او حتى عنده نيورو فايبروماتوزس او حتى لو في راديكولايتس ساعات يحصل انفلاميشن كده هيجي هنا حتى مع مرضى السكر يعمل لي كده. الاحتمال الثالث عملت انجل للسايتك نيرف وهو في الفيلفس والفيلفس ده مليان ستراكشرز مش في الريكتم الرينال بلادر لو واحده ست في اليوترس وفي الاوفرز مش كده ولا لا؟ اي سويلنج اي تيومر من الحاجات دي يضغط على السايتك. اقول لكم حاجه انتوا لازم تعرفوا الكلام ده. اليوترس بتاع الفيميل يبقى مايل قدام كده لما يبدا تبدا يحصل حمل وبتاع يبدا يكبر 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 فبعض الستات لما يكبر قوي يتقلب لورا يبقى اسمه ريتروفيرتد يوترس يعني اتقلب لورا. لما اتقلب لورا ضغط على مين؟ ضغط على السايتك فهتيجي على هتيجي بألم بسمع في السايتك ده فيري كومن ويز بريجنسي يعني ممكن يحصل حتى ويز بريجنسي او يحصل لو عندي تيومر في اي حاجه. عشان كده يقول لك ايه؟ لما يجي حد عنده سايتك نيرف لابد من الفحص بتاعك ها ان انت تفحص ها تشوف البلبس تعمل له سونار عليه ولا حاجه. طبعا يقول لك اعمل بي في واعمل بي ار اكزامينشن بريكتال اكزامينشن وبريبرينال اكزامينشن دور اذا كان في حاجه. ما حدش بيعمل كده. هو سونار يجيب لك الايه؟ يجيب لك التايهه او سي تي حتى على البلبس عشان لو كان الكومبريشن على مستوى مين يا اولاد؟ على مستوى البلبس ولا حاجه. فاهمني ولا لا؟ وبعدين السايتك يعني انا مش فاكر قالتهم قوي انتوا فاكرين احسن مني كان بيعدي عند النيك اوف فيمر. لو حصل عندنا فراكشر ولا حاجه عند النيك اوف فيمر ما هو بيردش مين معايا؟ بيردش السايتك معايا فيؤدي الى سايتك. وبعدين وهو نازل كده في البك ممكن يحصل دايبيتس والدايبيتس كان ممكن يبدا بمونو نيورايتس يعني ممكن يجي بصوره ايه بس؟ سايتك بس احتمال او رونج انجكشن. ايه رونج انجكشن دي؟ لما تيجي تدي حد حقنه انت بتديه ايه؟ احنا قلنا في الابر لاترال بارت لو هو دلوقتي عيان اللي هو ما يعرفش او حتى بص مش لازم يبقى الدكتور او الممرضه ولا بتاع ده غلط ممكن بعض الناس اصلا كانومالي يبقى سايتك ايه؟ لا اصل هو مش نازل في مكان ثابت يعني ممكن يتزحزح لبره شويه فلو هو لبره شويه ولا حاجه ما يتلطش معانا يبقى انا عندي حصل تروما. او ربما يكون الالم جاي من مكان ثاني ريفيرد. فدايما الناس اللي عندهم سايكرو الياتس انفلاميشن او سايكرو اليا جوينت وهنقولها ان شاء الله في الروماتولوجي وليها فحص معين
لما يكون عندي انفلاميشن في السيرفيكال جوينت ده ممكن يسمع مع عصايه دماغي. انا عايز اقول دلوقتي بالراحه كده من غير ما تبقى من غير بص في الكتاب، ما اسباب السيرفيكا؟ على خمس مراحل، يا اما في السباينال كانال، يا اما في الفورامن، يا اما في البلبس، يا اما الونج ذا نيرف، يا اما ريفيرد بين. لو هنا بنتكلم على السباينال كانال اكثر حاجتين ها لامبر سبونديوليوزس او اكيوت ديسك برولابس، ممكن يبقى بولس او ميتاستاسيس، ممكن يبقى فراكشر او تروما. في الانترفيرتيبال فورامن ها يا اما يكون يوروفايبروماتوزس، يا اما راديكولايتس، يا اما كلمه ما نساهاش اسمها انكلوزنج سبون، ما تنساش كلمه انكلوزنج دي المهمه. لما اقول لك في مستوى الجلد هقول جريب ديوتراس اللي هو ريتروفيرت ديوتراس، ها اوفيريان تيومر، ها يوتراين تيومر، ريكتال ماس، يورينري بلادر، مش عارف ايه، اي حاجه في البلبس، ها او يكون عندي ديسلوكيشن في النيكو فيمر. على مستوى النيرف، على مستوى النيرف ها دايابيتس مع ديرلي دايابيتك بريفرال نيوروباثي، او ممكن يكون ها رونج انجكشن او تروماتيك، او يكون ريفيرد فروم ساكرو اليايتس. لكن نرجع ونلف ونقول اهم سببين لامبر سبونديوليوزس و اللامبر سبونديوليوزس هيبقى جراديوال اونست بروجريسيف كورس لانه ديجنريتيف ديزيز. هيجي في الميدل ايج والاولد ايج، مش هيجي في عيل صغير اصلا، يحصل له ازاي؟ ده لسه محتاج زمن على ما يحصل. هيبقى المرض بتاعنا جراديوال، هيبقى الانتر فيرتبرال سبيس الصغيره ويحصل فيها سكليروزنج ويحصل فيها اوستيوبايس فورميشن. الاكيوت ديسك برولابس اكتر ليفتنج هيفي اوبجكت او يكون تروما جامده نط من ارتفاع ولا حاجه. هيجي اكيوت اونست وهيحصل معاه نارونج اوف سبيس وزود ليفنج وزود سكليروزنج وزود اوستيوبايس فورميشن. يبقى دي اول عنوان بتاعنا اللي هي كلمه الاسباب. عشان اقول الكلينيكال بيكشر لازم نسلك حاجتين، الحاجه الاولى ديرماتوم والحاجه الثانيه مايوتوم. انا لما اقول لكم ال 4 و5 يا رب تفتكروا، بس يا رب يعني ال 4 و5 واس 1 و2 و3 دول كديرماتوم بيشيلوا احساس من اللور للترنين. منين؟ يعني ال 4 و5 دول بياخدوا كده فوق الركبه كده بشويه وينزلوا على الرجل كلها، مش كده ولا ايه؟ ها هو ال 4 ده بيوصل لغايه الصباع الكبير، وال 5 ده بياخد الثلاث صوابع اللي في النص، وبعدين اس 1 الصباع الصغير الحته اللي جافه، واس 2 السول والباك اوف ذا ليج والباك اوف ذا سايد. خلاص بص على حاجه، العيال يقول لك انا عندي وجع من هنا، عندي وجع من هنا، وبعدين نسمع كده في الحته دي كلها كلها واخد رجلي من تحت. يعني ماشي الونج ذا كورس اوف ايه؟ ما هو ده المتوب، انا بتكلم على رود. يا ولاد مش اربعه كانت نازله كده، وخمسه نازله كده، واس واحد الصباع الصغير الحته اللي جنبه، واس اثنين السول والباك اوف ليج والباك اوف سايد. هو بيشاور لك على المكاتب كلها. يشاور لك عليه كله، واخد بالك؟ هيقعد يشاور لك عليه، يبقى عنده بين الونج ذا كورس اوف ايه؟ طيب، الساينيك نيرف والاوبتيك نيرف في النيورولوجي كله هم دول التو نيرفز بس اللي حواليهم الانجيسيا. هم دول التو نيرفز اللي حواليهم، ولما يكون هم دول التو نيرفز اللي حواليهم الانجيسيا يا اولاد، لما يكون في حاجه منينجيال بتظهر حاجه كده هنعملها كمان شويه اسمها منينجيال ريتيشن ساين. هتلاقي عنده حاجات تقول لك ان المينجيز فيها مشكله، تقول لي ازاي مش المينجيز اللي حوالين السباينال؟ ايوه ما هي حوالين السباينال كورد بس مكمله مع بعض النيرفات، هي مكمله معاها في السايتك بس، يعني هو في جزء من المينجيز مكمل معاها. فلما بيكون لما بعمل له ستريتش ولا حاجه يحصل له ساينس اوف مينجيال اريتيشن. العين يبقى عنده الم ماشي في ظهره ونازل في الباك اوف سايد والباك اوف ليج ومع الدرماتوم اوف سايتك نيرف، هذا الالم يزيد مع الحركه. ما انا كل ما احرك رجلي كل ما اعمل ستريتش فكل ما الالم يزيد. لما كح ما هو ايه الكحه والعطس والحاجه دي هتعمل ايه؟ هزود التنشن، هزود الضغط عليه حتى انترا سباينالي، هزود البريشر. انا لما بكح كده بزود الانترا سباسك بريشر، بزود الانترا كرانيال تنشن، وده حاجه حواليها بالانجيس يا اولاد. فبالتالي الالم هيبدا يسمع. لما العين ينام في ركب ويستريح يبدا السايتك بين يبدا اللي هو القلب السايتك هيبدا يخف، الا لو كان السبب سبيس اوكيوباينج ليجن في السباين، هيبدا يغطي على الروت ويبدا الالم يزيد لما ينام. عايزين نوضح الحته دي. المفروض اللي عنده سيرفيكا ده مع المجهود ومع الحركه يبدا يتعب، ولما ينام يبدا. طب انت جالك واحد عنده الالم بتاع السيرفيكا يقول لك لا ده انا وانا واقف كويس وانا قاعد كويس، لما اجي انام في ثلاثه اتعب، لما اجي انام في ثلاثه اتعب، دي مشكله. عارف ده معناه ايه؟ لو عنده تيومر ضغط عليه والضغط بيزيد لما ينام ثلاثة، فاهمني ولا لا؟ يبقى إذا أنت تخاف من السايتيكا إذا كانت بتزيد مع النومة، لكن كون أصلا تعرف من ضمن التوصيات اللي أنت حضرتك عارفين الكلام ده يعني، لما حد كان بيجي له سايتيكا يقول له ينام ثلاثة، وتنام على هارد ماتس على مرتبة ناشفة أو حتى على الأرض،
بحيث ان ظهره يبقى ستريت ما يقعدش. اصل زمان المراتب كانت اوب، فالقطن ده ايه مفيش بقى سوسه والكلام ده دلوقتي، فكان ايه لما ينام عليه تلاقيه بياخد شكل البتاع شكل السرير، فظهره يبقى معوج كده ومعوج كده، بيحصل مشاكل. فكانوا بيمنعوا ان هو ينام اصلا على ايه؟ ان هو ينام على السرير، فكان نام على حاجه اسمها هارد. اللي هو المراتب بتاع دلوقتي مرتبه صحيه، يعني حاطط سوسه، يعني المرتبه ما بتخش معاك ما بتنزلش، فجسمك ما بيتعودش وانت نايم، فاهمين حاجه ولا لا؟ المهم الحاجه الثانيه الساينس اللي انا هشوفها عنده، الساينس هتلاقي تندرنس along the course of nerve، بتيجي بخبط يدك كده او تخبط على مكان السايتك على الفقرات من ورا، هيقول لك الم، وتنزل مع الدرماتوم يقول لك ايوه طول ما انت بتدوس الدكتور فيه الم، يبقى تندرنس along the course of pain، ودي مرحله ابيتيشن. طيب ممكن في بعض الحالات يحصل يعني بس حاجه خفيفه كده، يحصل ويك لور موتور نيرون ليجن ها افكشن ده ال 4 و5 و اس 1 و2 و3، ودي طبعا نقعد نهزر كالعاده ونقول لو ده حد قاعد اهو احنا قلنا قبل كده المنظر ده، فاكرين حاجه زي كده؟ لما قلنا ايه؟ بس تعالى نقولها بقى، انا عايز اتكلم على كام؟ على ال 4 بيعمل ايه؟ كورس فليكشن هو ال 5 مش كده؟ يا ولاد اللي يعمل كورس فليكشن هنا ال 4، واللي يعمل كورس فليكشن الاصابع ال 5، واللي يعمل بلانتر فليكشن لاي حاجه اس 1، واللي هيتحكم هنا اس 2، ماشي كده؟ واس 3 مش فارقه لان اس 4 و 5 نفس الاكشن يعني. طب العين ده مش هيعرف يعمل ايه؟ هو عنده ويكنس في ايه؟ في الدورس فليكشن، دورس فليكشن، بلانتر فليكشن، ايه رايك في الانكل كله؟ يعني اي حاجه في الشاطرين، يبقى انا عندي وسط ايه؟ لكن بريزرف الحمد لله. خلاص كده؟ اتفهمت ولا لا؟ يبقى هو لما يحصل له لور موتور هيحصل فين؟ ما هو ما الا 4 و5 واس 1 و2 و3، يبقى انا الشغل كله في المنطقه دي بتاعه الانكل وشويه فريكشن الايه؟ شويه فريكشن الايه؟ طبعا ده كلام بيبقى بسيط جدا. نمره ثلاثه هيبقى عنده حاجه اسمها باك ساينس. يعني ايه باك ساينس؟ قلناها امبارح. قلنا لما يكون الرومس مضغوط عليها ويبقى عندي الم في ظهري. العضلات اللي حواليها يحصل فيها سبازم. لما يحصل سبازم هنا بتعمل كده. هو انا واقف كده اي حد مننا طبيعي. انت عندك هنا حاجه اسمها لامبر لوردوزس. لامبر لوردوزس دي ايه؟ حاجه طبيعيه ربنا عملها لك كده. عندك هنا لامبر لوردوزس، لو العضله دي بقى فيها سبازم تلاقيها نازله كده، يبقى انت فقدت حاجه اسمها لامبر، ودي معناها ماسكولار سبازم. دكاتره مش قلنا امبارح سرفايكلز بوندليوزس لما عمل له اشعه كان فيها اربع حاجات، نارولو سكليروزي اوستيوبايت وستريتنج. ايه ستريتنج دي يعني؟ ها لان حصل ماسكولار. طب والمصل ازاي ما حصل ايه؟ مصر ازاي ما حصلش؟ حصل اريتيشن روز، فتعمل لي مصر ازاي؟ يا ولاد طب علل يا دكتور، علل. مرضى السيرفايكال سبوندليوزس اصلا بيجوا لك عندهم هيبك. مصر ازاي؟ ازاي بيعمل ايه في الفرد سيرفايكال؟ هيبتها، فالدم طالع المخ. هيبقى واقف انت يجي لك بصداع دايما، دايما يا ولاد يجي لنا بصداع. فاهميني ولا لا؟ نفس الفكره برضه هنا، انا بقول لك حاجه، العين اللي عنده اريتيشن الانتيرو بيحصل ايه؟ مصر ازاي؟ طب مصر ازاي من هنا؟ نفقد حاجه اسمها لمبر لوردوزس، يبقى الفقر. بس انا بتكلم دلوقتي لمبر، امبارح كنت بتكلم انا سرفايكال، يبقى انا هو حصل ستريتنج، انا بقول عليها بوس اوف لمبر. اللي عنده ديسك، اللي عنده سياتيكا جالك عامل كده، مش هيفضل كده، جالك كده ها، يعني فقط حاجه اسمها لمبر ها لوردوزس. اتفهمت ولا لا؟ على فكره دي تجميع هنجمعها، ايه الامراض اللي بنفقد فيها اللمبر لوردوزس؟ فاهميني ولا لا؟ من ضمن هذه الامراض مرض اسمه سياتيكا. عمال اقول لكم ان السياتيك نيرف ده حواليه مننجيس، مش كده؟ فلما السايتك نيرف يبقى عندي سايتكا يبدا يحصل حاجه اسمها ساينس اوف مانجر اريتيشن. هي الفكره ببساطه دي. بصوا لي كده هنا شويه. لو ده يا ولاد ما تكتبش اي حاجه معايا، ما تكتبش اي حاجه. ده واحد نايم كده. وبعدين جيت انا تنيت الهيب 90 درجه وتنيت رجله 90 درجه، متخيل؟ واحد نايم فانا تنيت 90 ورجله 90، على فكره معبره جدا. مش ده يا ولاد السايتك نيرف ماشي كده؟ لو انا شديت رجله كده يبقى انا بحرك مين؟ السايتك نيرف. طب هو مضروب يعني مقفوش عليه من هنا، انا ضاغط عليه من هنا. فانا لما شد من هنا بعمل له ايه؟ ستريتش. فانا اقول لك لا يا دكتور مش قادر، قلت له الحركه ليميتد. فاهمين حاجه؟ يعني ايه ميجر ريتيشن؟ انا ضاغط عليه من هنا، هو كانه حبل، هو ليه مقاس معين. انا لما شده كده مش انا بقوم بالحركه بتاعته، انا شديت النرف من هنا، فيبدا يحس يقول لك لا مش قادر، في الم في هذا المكان. فاهمين حاجه ولا لا؟ دي اسمها ساين اوف ميجر ريتيشن، والساين دي مشهوره، دي اسمها كيرنجز ساين. اسمها ايه؟ بص واحد تاني قال لك لا ليه تعمل كده؟ ما تخليه ليه كده؟ عادي جدا، او خلي رجليه كده. ها؟ من غير ما تعمل هنا فليكشن الهيب، خلي بس رجليه كده مفروضه كده قدام،
وحاول انك ترفع رجله شويه. على فكره نفس الفكره انا عملت ايه؟ وانا بعمل ايه دلوقتي؟ انا مش انا كده بعمل لها سكريننج اهو، انا كده بشد على مين؟ يعني انا ببعد النرف من الايه؟ من المكان بتاعه، من الروتس بتاعته. كل ما شده كده يبقى يحصل له ليميتيشن، او دي اسمها لاسيكو ساين. ما تكتبوش حاجه بس خليكم معايا. في واحده ثالثه هي مش داخله معانا قوي، ها اسمها بروتزينسكي. انا بعمل ايه؟ ها هو بص يا دكتور، لو هو نايم كده انا باجي، ها باجي انا بتني، انا بتني رقبته من هنا، روح شد رجله. انا لما ادي رقبته كده عشان الجي سي مش كده، انا ساحب ايه؟ اروح ساحب رجله. او مثلا لما اجي اتني له رجل في رجل الثانيه تتني معايا، اسمها بروتزينسكي ساين. دي اسمها ساينس اوف مينجر اريجيشن. بتحصل ايه؟ ليه بتحصل؟ لان السوينس نيرف حواليه، وبالتالي لما انا بحرك النيرف انا بشد على بريفرال نيرف اصلا. انا بشد هنا، ده بريفرال نيرف، بس هو الاوريجن بتاعنا مين؟ السايتك. فانا كاني بشد على السايتك نيرف. هتقولي درس اسمه صبر كمان هامش صفحه ايه 100 101 حاجه زي كده 99. ماشي يلا 99. لا المنظر ده الصفحه دي كام؟ ها؟ 99. شايف في صوره كده، في رسمه كده، في شايف ال شايف اللي هي اول واحده كيرنكس، ها ثم لاسيجو وبروزنسكي، ها دول اسمهم ساينس اوف مينجيال اريتيشن. طبعا في بعض الناس كمان يبقى عندهم بقى ماسكولار سبازم، حاجه اسمها اوبوزيتوس بوزيشن ونيك ريجيديتي، هنتكلم عليهم مع السبراكونيت هيموريج، مع المنينجايتس، مع الانكفاليتس. دكاتره في كتاب النيورولوجي كلمة ساينس اوف مانجر اديشن موجودة أربع مرات. في كتاب النيورولوجي كلمة ساينس اوف مانجر اديشن أربع مرات. في الصاب أركنايز هيموريج والمنينجايتس والكلام منطقي ولا إيه؟ منطقية ولا لأ؟ حتى في الأطفال. مش خدتوا اللي خدتوا منكم أطفال، مش كان في درس اسمه منينجايتس؟ مفيش منينجايتس؟ مش خدتوا معاها الحاجات دي ولا ما حضرتش؟ حتى في الأطفال وأنت بتفحص. طب استنى بقى الله يبارك لك. أي طفل بيجي لك في الاستقبال عنده فيفر، لازم تقعد تشوف له النيك ريجيتي. طبعا. لان ربما يكون ايه؟ ها سيرفس بانل مانجايتس، مش كده ولا ايه؟ فدي مهمه، ما علمكوش كده يبقى كارثه، بس ده مهم، ده مهم. ها موجوده في المانجايتس، موجوده في السب اركنايد هيموريج، موجوده شويه مع الانكفالايتس، والانكفالايتس يعني انفلاميشن اوف برين سبستانس. لكن مش معقوله يعني، مش معقوله يحصل انفلاميشن اوف برين والمنجيس ما تتعاطفش معاه شويه. ها وتحصل مع السايتكا. قولوا لي اربع امراض معانا. شايف انت المربع اللي في صفحه رقم 99 ده اللي هو فيه ساينس اوف مينجر اديشن، اكتب جنبها سب اركنويد هيموريج، مننجايتس، سب اركنويد هيموريج، مننجايتس، انكفاليتس، وسايتيكا. يبقى دول اربع مواضيع معاهم ايه؟ ساينس اوف مينجر اديشن. دول اربع حاجات معاهم ساينس اوف مينجر اديشن. خلاص؟ نرجع بقى لموضوعنا يلا. ارجعوا لموضوعنا بسرعه. سايتيكا كسيمتوم هيبقى عنده بين along the course of sciatic nerve exaggerated by straining by walking by movement بيقل مع الريست الا اذا كان السبب سب اركنويد، الا اذا كان السبب حاجه في السباينال كانال سبيس اوكيباينج ريجن ممكن يزيد مع النومه. هيبقى عنده ساينس، الساينس اللي عنده tenderness along the course of the nerve، tenderness along the course of the nerve، وهتلاقي معاه ويك لور موتور نيرون ليجن سايز، ويك لور موتور نيرون ليجن. ممكن تلاقي لور موتور حاجه خفيفه لدرجه انك تلاقي ويك انكل وبريزيرف ني او لوست انكل وبريزيرف ني. نمره ثلاثه هتلاقي عنده باك ساين اللي هي لوس اوف لمبر لوردوس عشان الماسكولار سباز. نمره اربعه هلاقي عنده ساينس اوف مانجيال اريتيشن، يبقى موتور، يبقى سنسوري وموتور وادي باك ساينس وعندي مانجيال اريتيشن ساينس، يبقى دي كلها عباره عن ساينس اوف ايه؟ اوف سايتيكا. لما يجي لك حد عنده سايتيكا الحته اللي جايه الفوها، عايزين نعمل انفستيجيشنز. هنعمل اكس راي فيها ايه؟ على حسب السبب. لكن دارونج في الانترفيرتيبل اساسيه. لو كان لمبر سبوندلوز اوستيوبايتس وليبك واللي هي سكلوزنج، لو ما كانش طبعا هيبقى ما فيش الكلام ده، لو اكيد ديسك برولابس. احسن من الاكس راي سي تي وام ار اي ولا ايه؟ سي تي وام ار اي احسن طبعا بكتير، مايلوجراف ما حدش بيعملها اصلا. هو للاسف يعني هو كاتب هنا ايه؟ كاتب لك بريكتال اند بيرفاجينال اكزامينيشن، دي مش انفستيجيشن اصلا، دي مش يعني مش تبع، يعني مش تبع عشان دكتور نيورولوجي اي حاجه، دي مش تبعه،
هيحطها في اي حاجه. مش كده خالص، طبعا 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 الاكزامينشن هو ليه بيعمل في الريكتر وغير في الرينال اكزامينشن؟ طب يو فريم ماس، لو في حاجه مش عارف في الريكتر فيبدا يشوفها ريكتر ماس وهكذا، يعني فاهماني ولا لا؟ انتوا فاهمين. وبيعملوا تحليل سكر ليه؟ يعني ممكن السؤال كاتبها هي بدايه الدايبتيك فيرست سندروم، يعني بدايه على فكره اقول حاجه، ده هتكتشف الناس عندها سكر اصلا من السايبر. يعني ميه بيزا فيرست برزنتيشن، يعني ربما تكون اول حاجه بتحصل له ها ان هو بيجي له عنده شويه نيورايتس تبقى ان ذا فورم اوف سايبر. كدي انفستيجيشنز. العلاج في ميديكال، ميديكال تريتمنت طبعا تدي انالجيزيك، ما عنده الم رهيب. تدي بقى اللي هي ديكلوفينات الفولتاجين الكلام ده، تدي مصر ريلاكسنت ليه؟ عشان اللوكو بروبل جول، ما في سبيل ماسكولار سباز والهرمولوجي عارفين؟ الفيتامين بي والتونكس والحاجات اللي ما بيعملش اي حاجه في اي حاجه دي. طبعا الانالجيزك مهم والمصري الاكسنت مهم. ها في فيزيو ثيرابي، في فيزيو ثيرابي. الفيزيو ثيرابي ايه الفكره يا ولاد؟ ان هو عايز يعمل، عايز يبعد الفيرتبري عن بعضها. فساعات يركبوا كده يلبسوا زي برايس كده زي حزام بحيث هو واقف طول النهار او حاجه ما يحصلش هذا الكولابس او الضغطه. يعني هو يشد عليه شويه بحيث ان هو يبعد ايه؟ عارفين زي نفس فكره ال بلاستيك ولا واخد بالك بس على مستوى وسط بقى. البريس ده دي حاجه، او بيعملوا حاجه اسمها تراكشن. في طبعا في مراكز العلاج الطبيعي الكبيره حاجه زي تويستا كده، هو العين بينام. بينام بس هي تبقى ترابيزتين، ترابيزتين دي ترابيزه ودي ترابيزه. هو بينام يبقى ظهره هنا ورجليه هنا. وبتقعد تعمل حاجه اسمها تراكشن. تراكشن دول بتبعد ودي بتبعد. فبيبدا طبعا مش هيبصوا مع بعضه يعني. بحيث ان هو ايه؟ يبدا يبعد الفقرات عن بعضها، فاهمين حاجه ولا لا؟ بيبدا يعمل ايه؟ تراكشن، تراكشن، يبدا يبعدهم عن بعض بحيث ان هو يقلل الشعور بالالم شويه، ما هو الالم حصل عشان في كومبريشن على مين؟ على الروت. فلابد ان انا ابدا افصلها عن بعضها شويه عن طريق هذا الايه؟ عن طريق التويستا دي بحيث ان هو يبدا يبعدهم عن بعض، اوكي؟ هل في سيرجيكال تريتمنت؟ طبعا. لو في كومبريشن نعمل دي كومبريشن، نعمل حاجه اسمها لابينكل، ندخل نقصه حته كده. انت عارف لما قلنا بقى حاجه اسمها انيولار فايبروزس ونيوكلس بالبوزس، بيحصل ويكنس في الانيولار فايبروزس فتعمل بوز وتضغط على حاجات، ادخل يقصقص، ادخل يقصقص الحته دي. وعلى فكره الاختراعات كتيره جدا دلوقتي، بدل ما يفتح بيعملها بالليزر. ودلوقتي ساعات عارف النيوكلس بالبوزس الماده دي اصلا بيدخل يحقنها بحيث ان هو يدخل مين؟ هو انا لما ادخله ايه اللي يحصل؟ يبقى انا ببعدهم عن ايه؟ يعني الانتكاسات كتير والحركات كتيره، لكن دي مش بتاعتنا. هتعرضهم ان شاء الله بالتفصيل السنه الجايه بقى عندكم في جراحه مخ واعصاب، يقعدوا يقولوا لكم الحاجات دي وتبقى اسئله اصلا مهمه في الجراحه. لكن احنا بنقول لك ايه؟ سيرجيكال انترفيرنس والسلام. انا يهمني انرجيزك، ماسل ريلاكسنس والوهم. لازم اعمل له فيزيو ثيرابي سيرجيكال لو كان مش متحمل الالم، لو كان عندي كومبريشن جامد سبيسيفيك كوباين ليجن لابد ان هو ايه يتشال. خلاص كده؟ السايتيكا كله على بعضه سؤال وسؤال مشهور كمان. سايت كان هو مش حاله كلينيكال لكنه سؤال. والله انا هشرحها لكم كلينيكال اصلا على الانكلوزنج، لما تشوف الانكلوزنج بالظبط اقعد اشرح لكم عليه السايت كان. انكلوزنج انكلوزنج بقعد اشرح معايا الحته بتاعت السايت كان دي حتى بس عشان تتعلموها يعني. ماشي يا دكاتره؟ في سؤال في حاجه اسمها سايت كان؟ ليه؟ لا بيرجع طبعا مش هو بيقوم يقف بعد كده زي ما هو حد اوبيس خلاص كل حاجه راجعه كده. طب تعالى نقول وقت بقى، يعني عايز وقت شويه ودايما نقول له تس عشان ما نغلطش على الفقرات وتس. بص يا ولاد، المرض اللي بعد كده موتور نيرون ديزيز، موتور نيرون ديزيز دوت سيستميك ديجنريتيف ديزيز. ديجنريتيف جراديوال بروجريسيف مش معروف مساوئ اصلا، اكتر في الرجاله في الميدل والاولد ايج مش معروف بيحصل ليه، لكنه سيستمك اقصد ان هو بيختار وان سيستم، هو بيختار الموتور وخلاص. بيختار الموتور سيستم. طب ايه زي الماسل ديزيز كده؟ لما اقول لك ايه، بص بص، لما اقول لك بيورلي موتور نيورولوجيكال ديزيز، انتوا النهارده واخدين خمسه، في خمسه مايوباثي، مايوسايت، مايوتينيا، مايوتونيا، موتور نيرون ديزيز. وحط عليهم حاجه اسمها ميريز اتاكسيا، يبقوا سته بحرف الام. مين السته اللي بحرف الام؟ مايوبا. ما تكتبوش حاجه، ما تكتبوش، ها؟ ها مايوبا ومايوسايتس ومايوتونيا
ومايجينيا جريفز والاوتو نيرون ديزيز وبيرز اتاكس وباركنسونيزم وبوليو. باركنسونيزم اتليبيا وباركنسونيزم وايه؟ وبوليو. وهيرديتري سباستك بارابليجيا وكوريا. هم 10 امراض. 10 امراض يوبي موتور. يوبي موتور نيورولوجيكال ديزيزز. يعني امراض السنسيشن فيها بتبقى ايه؟ وانا بقول حاجه على فكره قولوا لي 10 حاجات يوبي موتور. الفكره لما خلاص قلناها الفكره المرض ده بيكون بيورج موتور، يعني هو وجود سنسوري افريكشن كورس في الكلوب في الحاله دي موتور نيرون ديزيز. يعني هو لازم ياخد مين بس؟ طيب بياخد الموتور سيستم ده بياخده كابر موتور ولا كلور موتور؟ والله ممكن يا دكتور ياخده بيورلي ابر موتور نيرون ليجن بس. ممكن يبقى بيورلي ها لور موتور نيرون ليجن بس. ممكن يبقى ميكسد. يعني ايه ميكسد؟ يعني واخد شويه ابر موتور على شويه لور موتور. يلا نشوف. لو كان بيورلي ابر موتور نيرون ليجن بس ممكن يجي على مستوى السباينال كورد يبقى سباينال ويضرب البرادل بس، يا اما يجي على مستوى الكرينيال نيرفس وبيهد المنطقه بتاعت البلبر. لو ضرب البرامدل وهو نازل في السباينال كورد البراند الموجود في اللاترال كولم بيعمل برايمري. برايمري يعني من غير سبب، هو المرض ملوش سبب. لاترال سكليروزس، عايز ترجمه للكلمه برايمري من غير سبب. لاترال براند سكليروزس ديجنريشن. يعني ايه اللي حصل؟ ادي السباينال كورد اهو، وادي حضرتك البراميدلز نازله على الناحيتين، ادي البراميدلز نازله على الناحيتين، فجي عمل لي ديجنريشن هنا وهنا في الناحيتين. لازم يكون سيمتريك بس في الناحيتين وخلاص. طيب لو كان هذا الكلام فوق سي 5 قول لي فارس. لو تحت سي 5 يعمل كورو فارسس والحاله اتضرب فيها الفرد ده. يعني ايه؟ يعني عند عنده مواصفات الابر موتور نيرون ليجن عايز الديستريبيوشن اوف ويكنس والهايبرتونيا كلاس دو عينك والهايبر ريفلكس والبوست برنسكي والباثولوجيكال ريفلكسز والكروموس وخلصنا واسمها برايمري لاتيرال سكليروزس. طيب الاحتمال الثاني يضرب موتور برضو ها بس على مستوى الكرينيال. طب يحب ايه؟ بص يا ولاد الكرينيال ادي البرينستيم اهو كده. ها هنا في 3 و4 5 و 3 و 4 5 6 7 5 6 7 ها 9 10 11 12 ونازل على الناحيتين كده، نازل على الناحيتين برامدل. بص بقى لو انا جيت ضربت البرامدل، شايف الليفل اللي انا حاطه ده؟ شايف مكان ايدي كده؟ لو انا ضربت البرامدل فوق ايدي، فوق ايدي ها يبقى كل البلبر كرينيال نيرفس ايه؟ طالما ضربت فوق المظله وبلوكيتها يبقى انا خدت كل الكرينيال نيرفس طالعين منها. بس هل انا ضربت النيوكلير او النيرفات شخصيا؟ لا، ده انا ضربت الابر موتور اللي ايه؟ اللي رايح لهم. ودي اسمها ايه؟ سودو. تمام، يبقى دي كلمه اسمها ها سودو بلبر بورس. ليه قلنا سودو يا ولاد؟ اصل يا دكتور النيوكلياي سليمه والنيرفات سليمه والعضلات سليمه، ده احنا مشكلتنا في الابر موتور بس الايه؟ الله يرحمها. عشان كده قلنا عليها كلمه ايه؟ سودو. سودو يبقى سودو بلبر بوكسي. انا مشكلتي هو هيشتكي من ايه؟ بلبر سيمبتومز. يبقى عنده نيزال ريجابيتيشن، ها يبقى عنده ديسفيجيا وشوكينج، ها يبقى عنده سارثريا، ها يبقى عنده هوكسنس وبولز. مش كده ولا لا؟ بس انتوا بس لا بس ايوه واكزاجيريتد جاج ريفلكس. انا مش فاهم. طب ممكن نرجع بس الكيميكا لحظه دلوقتي يا ولاد. لو جالي واحد عشان افحص معاه البلبر قول له افتح بقك وقول اه. لو حاولت في ناحيه ايه؟ سليمة. وده معناه ايه؟ ما هو ده ابر موتور ولا لور موتور يعني؟ ابر ولا لور؟ ها؟ ما بتتكلموش ليه؟ يهرب. ما ينفعش تلاتر الابر في البلبر. ما يبلتر سبلاي باي براندر. يبقى ايه؟ مش اي كرينيال نيرف بايلاترال سبلايد باي برامدا لو حصل فيه لاترال نيرف لازم يكون لور موتور؟ ايوه. اما انت بتعملها ليه؟
لا ما عايز افهم اقول ايه فين اللي على شمال امام بتاع النحري وانا اقول حاجه غريبه اي كرينيال نيرف بايلاترال سبايد باي برامل ويحصل فيه اللاترال ليجن يبقى ايه؟ لور موتر. انا بقول افتح بقى تقول اليوم ده واحد ده ناحيه دي الناحيه الثانيه وده لور موتر. قلت له افتح بقى تقول ولقيت اليوم ده لا تتحرك. طيب افر موتر ولور موتر ما اعرفش ارجع للجدول اخد من الجدول اللي بيجري بس لو كان اكزاجريتد وده انا بقول ويبقى اسمه سوبر بونسي جبتوا حاجه ولا لا؟ طب قلت اللي فين وربنا يستر اللي معاه سوت وبربر بونسي لازم يكون معاه كوادري باريسيس. مش كده ولا لا؟ ده انا برضه ده انا بقول لك فوسي خمسه هيعمل كوادري ده انا جاي من فوق جدا يعني اعمل ايه تاني؟ فهمتوني ولا ايه يا ولاد؟ هقول كلمه وربنا يستر لو معاه بايلاتر بص تنسكي. هو بايلاتر بيرفل يا دكتور. لو كان الليفل فوق البونز هيبقى جورج ليبس موجود. هلاقي خمس ها رايح بخمس وراجع بخمس. لو انا لو لقيت جورج ليبس موجود يبقى الليفل لا ده مش فوق ده مش بس بايلاترال ده فوق كمان ايه؟ تنفع حاجه ولا لا يا دكاتره؟ ما ده اللي انا بقوله. يبقى يعني ايه سويتو بالبر بوس؟ يعني بايلاترال ابر موتو اللي هو ليه فوق مستوى المضلع والمنجذب. عشان كده المضلع والمنجذب ضربت كابر موتو. ولما تضرب كابر موتو بنسميها سودو بالبر بوسي. واوتوماتيك هيكون معاه اكزاجريتد جاج ريفلكس واوتوماتيك يا ولاد هيكون معاه كوادري باريسز اوف ابر موتور نيرون ليجن وهيكون معاه بايلاترال بوست دابنيسكي. ولو كان الليفل فوق البونس هلاقي الجو ريفلكس ماله؟ هيبقى موجود صح ولا لا؟ مش هقدر الجو ريفلكس اذا موجود في الحاله بايلاترال ابر فوتر والليفل ابر البونس. ما ده اللي انا بقوله. بس على فكره بصراحه يعني لو هو مضروب جاست هنا ولا هنا مش هلاقي معاه الجو ريفلكس. ده في شرط مهم للجو ريفلكس الليفل يكون هو الايه؟ وده ليفل ريفلكس والكلام ده خلصان. لو الفايبرز بتاعت الاكسا برامدل كمان اتضربت مع البرامدل لو الفايبرز بتاعت الاكسا برامدل الفايبرز بتاعت مازلة كانت البرامدل الاكسا برامدل لو اتضربت بيحصل ايموشنال لايبيلتي ويبقى عنده ماسك ديس والحاجات دي وده مش مهم قوي. حلو الكلام؟ يبقى انا بقول لك موتور نيرون ديزيز ده بيعمل سيليكشن للموتور سيستم. يا اما يضرب اوفر موتور بس يا اما يضرب لور موتور ويضرب الاثنين. لو ضرب اوفر موتور بس يضربه على جبهتين يا اما يضربه فوق يبقى اسمه سباينال ها سوري يا اما يضربه في السباينال كور تحت يبقى سباينال يا اما يضربه فوق يبقى اسمه بالبر. ولو ضرب البيراميدال فوق الليفل بتاع البالب المظلة والمنجدة يبقى اسمها سودو بالبر بوسي. انا باكد على كلامي في حاجه لو ضربت البيراميدال في السباينال هنا اسمها برايمري لاترال سكليروزس فوق سي 5 كوادري باريسس تحت سي 5 بارا باريسس. لو جيت على مستوى الكرينيال هعمل حاجه اسمها سودو بالبر بوسي بكل بقى حاجاتها. هو عنده بالبر مانيفستيشنز نيزال ريجرجيتيشن ديس ارثريا ديس فيجيا هورسنس اوف فويس لكن معايا كوادري باريسز معايا بايلاترال بوست برنيسكي معايا اكزاجريتد جاج ريفلكس. مكتوب في الكتاب غلطه وحشه مش عاجباني كاتب اكزاجريتد جول ريفلكس. هو اصلا في حاجه اسمها اكزاجريتد جول الكلمه وحشه قوي يا ولاد وحشه قوي. هو بص هو الجول ريفلكس ده هو الموجود مش موجود يعني هو مش حاجه اسمها ايه؟ هو اصلا هو تصنيفه ايه؟ هو باثولوجيكال ده مش حاجه اسمها هو الاكزاجيت اقوله على الديب ريفلكس لكن ده اصلا فاهمين دي رانجر مش فاهمين فاهمين. طيب الاحتمال الثاني اكون ضارب مين؟ لور موتور. لو ضربت اللور موتور بضربه على جبهتين يا اما هضربه برضه في السباينا وبقصد ان انا ضربت الانتيريور بورن سيلز يا اما هضربه فوق برضه على مستوى الكرانيال هضرب النيوكلياي. لو ضربت الانتيريور بورن سيلز الانتيور هورن سيل مش دي بدايه اللور موتور ولا ايه؟ فلما تضرب في البدايه يحصل فيها فاسيكيوليشن وعلى فكره دي كلمه مهمه ويحصل ماسل ويستنج ويحصل هايبوتونيا ويحصل هايبو ريفلكسيا. وعشان فيها الحوار ده كله بسميها بروجريسيف ماسكولار اتروفي. بروجريسيف ماسكولار اتروفي ايه بروجريسيف ماسكولار اتروفي؟ العضلات خسر جدا مره واحده. هتلاقي العضلات بتاعت ايده مثلا انا دايما بحب الحته بتاعت السيرفايكال وساعات تيجي في اللفظ. لما تيجي في السيرفايكال تلاقي في فاسكيوليشن عمال تحصل فيه مثلا عند سيرفايكال خمسه الانتيور هورنز بتاع السيرفايكال خمسه فتيجي عند يقول لك بص 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 حاجه بتلعب شايف انت عمال تلعب ازاي؟ وتيجي انت تبص تقعد تخبط عليها تلاقي في هنا ايه؟ فاسكيوليشن شويه تلاقي العضله خسر وتلاقي هيبو تون وهيبو ريفلكس. يبقى انا عندي لوكالايزد ايه؟ لور موتو نيرون ساعات تحصل في اللمبر. لما تحصل في اللمبر ده في فاسكيوليشن بقى في رجله على حسب العضله اللي فيها مشكله. يعني مثلا بقول لك عارفين الكوادريسبس
الثلاثه ها. فتلاقي مثلا عماله تلعب عماله تلعب واخد بالك فيها الفاسيجيشن وتقعد تخبط عليها يحصل معاك الفاسيجيشن ليتر اون يحصل ويستنج وبعدين لا هايبوتونيا لا هايبورفلكسيا يبقى دي بروجريسيف ماسكولار اتروبي يعني كل الحاله واضح انها ايه لور موتور مواصفات اللور موتور لوكالايزد في هذا المكان سهله سهله. وعلى فكره كلمه السر هنا فاسيجيشن كلمه السر هنا فاسيجيشن ان المرض بيبدا اريتيشن ثم ديستراكشن واحنا قلنا اريتيشن اوف انتيريور هو المسائل اللي بيحصل فيها ايه؟ فالكلمه دي مميزه جدا يا اولاد، كلمه مميزه جدا لهذا المرض وجود الفاسيكيوليشن، فهمت ولا لا؟ طبعا دي باثولوجيكال، ما احنا عندنا فيسيولوجيكال فاسيكيوليشن ليله الامتحان ما لناش دعوه بيها، انا بتكلم على حاجه مستمره، سواء عنده امتحان ما عندوش امتحان، سواء شرب قهوه ما شربش قهوه، نام او ما نامش، هي مستمره. او تحصل انتوا فاهمين اللي جاي احسن مني. بص يا دكتور، او تحصل هنا. هنا ده ايه ده؟ ده البرنستيم. تقول لي اقف وقت بقى، البرنس تبدا في نيوكليوس وكان هنا في 9 10 11 12 وكان جاي لهم بيراميدال من فوق ادي البيراميدال وادي البيراميدال الثاني. اقول لك مالناش دعوه بالبيراميدال، انا بتكلم على ايه؟ ليه انت بتغير ربط مين؟ نيوكليوس على ناحيتين. حلو كده؟ يبقى عندي بلبر بورد بس انا ربط نيوكليوس فاكر ربط نيوكليوس عايز اسميها اسم اسميها ايه؟ انا هسميها تو بلبر بورد مش تفهم من ايه؟ هيجي ايوه يقول لك انا عندي ابسنس اورجانيك بس ما تقولش كده مش هيشتكي من كده هيشتكي من الفولتر سيمتومز اللي هي ايه؟ نيزل ريبليشن ها وديس بيجي وديس ارس وهوز ويز وفويس لكن هتبقى مارس بتاع ما هو باراليزز ما ده لور موتور مش لور موتور باراليزز والابر موتور باراليزز. وكان في سؤال قال لي هم اخطر سور بلبر بوسي ولا ترو بلبر بوسي؟ هل ترو لان الترو بيكون معاه باراليزز والمنطقه دي حيويه جدا عندي على فكره بيموت ايه؟ الفاريشن هو مش كده ولا لا؟ هيجي يشرب اي ميه ولا اي حاجه تروح لك هو الفاريشن مات. طيب اللي عنده ما عندوش كوات ريفرنسز اللي عنده ما عندوش زيرو ريفرنس عنده ابسنس ها اوف جاج ريفرنس صح ولا انا ولا انا بعق؟ عنده ايرلي فاسيكيوليشن ليتر اون ويستنج اوف تاند وعايز حد يشرحها لي. ايرلي فاسيكيوليشن ريفرنسيشن لمين؟ لمين؟ هايبوجلوسال نيوكليوس. الا تذكرون ان النيوكلياي اوف كرينيال نيرفس تعامل معامله الانتيريور هورمسس؟ انا قلت لكم ده الف بنيولوجي قلت لكم البرين ستيم لا يحتوي على انتيريور ولكن تحل محلها. يبقى اذا وجود فاسيكيوليشن في اللسان تعظيم سلام الحاله ممكن تكون دي فاسيكيوليشن في اللسان يعني كل ورين سنه تلاقي فيه ها فاسيكيوليشن يعني في انفيشن لمين؟ ما فيش اتفاق يبقى اريتيشن الهايبوجلوسا نيوكليس يبقى اريتيشن الهايبوجلوسا نيوكليس يعمل فاسيكيوليشن ليتر اون يبدا ايه؟ يخس يبدا يخس وكمان البلبر مانيفستيشن فظيعه افتح بقك قول اه ليه ما بتحركش؟ جاب ريبلكس ولا الهوا البس البرق ولا في حاجه البس البرق ولا حاجه يبقى دي تو بلبر بيرس يبقى حاله لور موتور نيرون كده. على فكره الكلام سهل لا سهله. يبقى لما اقول لك ان الموتور نيرون ديزيز عمل سيليكشن للور موتور طب عمل له سيليكشن في السباينال كورد او عمل له سيليكشن على مستوى الكرينيال لما يكون في السباينال كورد اختار مين؟ الانتيور هورن سيلز لما عمل فيها مرض حصل فاسيكيوليشن فورورد باي ويستنج ها وبعدين هايبوتونيا وهايبوريفلكسيا وبعد كده ها لما عمل سيليكشن على مستوى الكرينيال اختار النيوكليو فيس ها او بالب اللي موجوده في المجله اوبلونجاتا فبالتالي بقى يحصل بالبر مانيفستيشنز واضحه ويحصل فاسيكيوليشن في اللسان. ما في ما تقارنوني ما بين السوم بلبر بوس والترو بلبر بوس. ها يعني هقول هنا ايه؟ ابر بوس هقول هنا لور بوس هقول هنا اكزاميتد لا ريفلكس ها والزيرو فليكس ما يبي بريزنت لكن هنا ها ابسس الاثنين اصلا الجاد ريفلكس مش موجود ولا حاجه اسمها زيرو فليكس ها هنا عنده كوادري فارس هنا لا ده الموضوع بتاعي لور بوس اللي في هذا المكان في بوس ده بنسمه. ايوه والله ايوه ها نورمال مش حاجه اسمها نيجاتيف برنسكي ولا ايه؟ مش كده ولا لا؟ هنا ممكن لو عنده شويه ايموشنال لايبيلتي والكلام ده لكن الثاني لا ده مشكلتي عامل سيلكشن ان يبقى بس هنا دي فاسيكوليشن وايز ان بتاعنا هنا مفيش الثلاثه. ها سامع احنا قلنا جوب شوت اللي يكون ايه هو ايه؟ ها فوق خالص فوق البوكس يعني خلاص يا ولاد ولا ايه؟ طيب الحته اللي جايه بقى حلوه مرات مرات الموتور نيرون ديزيز ياخد الابر موتور واللور موتور في نفس الوقت. يعني ياخد الناحيه ياخد الحاجتين مع بعض، تقول ازاي يعني؟ يعمل حاجه اسمها يعمل كلمه كده اسمها وهتتشاف طبعا
Εμάνιο τρόφετ. Λέτρα της Ιερούζης. Τέλει άμε. Τι είναι. Ωραία, πώς θα σας πω, να τα τσκαλέμε. Σε τι πρώτη χαρτά πεζέλ με γέμι. Ωραία, μάχα σωρά πεζέλ με. Ωραία. Άγια δω. Πώς θα ρωτήσω. Δεν πρέπει να είναι σημαίνει, μου δεν πρέπει να είναι. Ο κύριος είναι τώρα με μια, θα είδε και λέει, αν η κύριε είναι η κύριε, μπορεί να ζέρεις. Αν άγει πέσει ρολούκου, ο τουρκίν με δύο μόνοι που άφηνα. Λέω να κοίτα, αμεστώ, είχα και ένα σε βόητε, ο αμέν του πλήσιν ρίσαν, θέλει να κέντε. Αν πώς ζέρω, αμέν του πλήσιν ρίσαν. Και πλήσιν ρίσαν, λέω να χακτή. Λέω να τρέμετε, ο λέω να ζέρω, μπορεί να ζέρεις. Πώς ζέρω, πού είναι τώρα που τρέμετε, δεν σε χαίνε. Ένα από τις σε βόητε. Ναι, είπα πού είναι τα χέρια, αλλά μου έκαναν τα χέρια. Και ο πατέρα του είναι μέσα μέσα του λαντού χώμα σε. Ελά, είναι τόσο κουτολή και ήταν. Αν πάει σε ποια θα συγκρίσει. Ο οποία θα βοηθήσει, ο οποία θα υποτόνια. Ο τέσσερα ένα, τι θα υποτόνια. Να εγώ θα πάω, αγίου, τόνεκ, αντροπή. Ο λίγο λέω και το λέγα, αμαρμότα. Έλα, λέω τι χάγα ζαϊκή, αλλά μισό λόγο θα έχει τα συγκρίσει. Ο Βέστερ μπορεί να υποτονία στο λόγο τέτοιο. Σε αυτή τη κλίμα, εμάνιο τρόφετ, λέτρα της κυρίωσης. Εμάνιο τρόφετ, κανένα άλλο λέει. Χάσε της. Λέτρα